As-Salaf. سبق الجواب يا أستاذ. كان هناك قاتلهم عسكريون وأوعدوا لبعض الأفراد أن يهاجموا فئة من اليهود. الله يهدينا وإياكم. الحركة القائمة اليوم في البصرة هذه حركة ليست إسلامية شئتم أو أبيتم، لأنهم لو أرادوا الخروج لعدوا له عدته. وين العدة؟ العالم الإسلامي كله بيتفرج ودون بيتقتلوا وبيتذبحوا ذبح النعاج والأغنام، ثم نريد أن نبني أحكام كأنها صادرة من خليفة المسلمين ومن قائد الجيش الذي أمره هذا الخليفة، ونجب على جماعة مثل جماعة حماس هذه نعطيهم الأحكام الإسلامية. ما ينبغي هذا، بارك الله فيكم. نحن نرى أن هؤلاء الشباب يجب أن يحتفظوا بدمائهم ليوم الساعة، مش الآن.